السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة اسكنور. رجعت لكم فيديو جديد، وبهذا الفيديو راح نلعب دانسور الجزء الخامس. للأسف ما راح أقدر أصور ولا لعبة داينستي ووريرز أو ولا لعبة بلايستيشن 3. يعني القطعة مو القطعة، ما أتوقع القطعة. لما قاعد أصور الجيم بلاي ما في جيم أوديو، ما أدري ليش. إذا حد يقدر يفيدني ويقول لي شنو المشكلة يكتب ليها في الكومنت، يعني إذا حد يعرف رجعنا يعني يقول لي عشان أقدر أحل المشكلة هذه. فأي قررت أني ألعب بلاي ستيشن 2، أو هذه اللعبة موجودة على بلاي ستيشن 2، هي قاعد ألعبها على سوني 3. الشيء الغريب إن إذا لعبت ألعاب سوني 2 اللي عندي إياهم في أوديو، وإذا كنت بالمنيو في أوديو، بس داخل اللعبة مو راضي يصير لي جيم أوديو، ما أدري ليش. فأتمنى إذا حد يعرف الحل يقول لي. بالاكس بوكس يطلع الجيم اوديو، وبالبلاي ستيشن 4 يطلع الجيم اوديو، بس بالبلاي ستيشن 3 ما ادري ليش تو تصير لي هذه المشكله. المهم خلينا نلعب. اوكي، اي مرحله نلعب؟ بس في مود احسن، عملنا لعبه زين. نكمل على توصيله الجزء الخامس. المرحلة الخامسة حق جاويون كانت مرحلة هيلينج، هي هذه. طبعا انا بهالنسخة هذه على البلاي ستيشن 3 ما مو مطلع كل شيء، اللي مطلع كل شيء هي بلاي ستيشن 2، التخزينة مال بلاي ستيشن 2. للاسف ما اقدر، يعني ما اقدر اخذ التخزينة هذيك، اقدر اخذها بس ما تركب عليها، ما ادري ليش. المهم نوية شو طبعا هنقصر شوية على الجيم اوديو، نقصر شوية عالي. اوكي، نحطها نورمال. شوف، مو كل لاعبين عندي مفولين، بالبلاي ستيشن 2 كلهم مفولين وكلهم عندهم الاسلحة الرابعة، مطلع كل شيء، حتى الايتمز كلهم ماكس من كثر ما احب اللعبة قاعد اسوي كذي. اوكي، اي انا قلت راح العب بجويون صح. اوكي، خير دراجون، هذا السلاح الرابع حقه، هذا السلاح الثالث دراجون سبير، وهذا الرابع خير دراجون. ميديم اتاك 17، ديفنس 17، لايف 17، موتو 17، وشارب 16. الايتمز رد هير، الماضي فاير اور، هذا حلو بس ينرفز شوي. اخذ ايس تاك انكريس، موسو جيت فاز فاستر. اوكي، موسو ماكس انكريس، no damage taken during a charge attack. هي هذا حل ممتاز. اوكي، البادي جارد مثل ما تشوفون، يعني هذا حل يزعل حق توصيفي بلاي ستيشن 2. لازم اصور لكم على بلاي ستيشن 2 واوريكم شو مطلع باللعبه. اوكي، مو لازم بدي جاب، خلنا دي مرحلة. Whatever happens to me, I will avenge Guan Yu. My lord, please stand down. Turn back. We need you in this world. نقي لبسه. My lord. ثالث. Allow my spear to make them pay for the death of Guan Yu. Soon Guan must pay for the death of Guan Yu. بس اتوقع ان القسم الثالث يعني.
اوكي لكم معلومات عن هالمعركة. احس ان صوتي مو مبين عدل، اطول شوي. اوكي كذي احسن. خليني اقول معلومات عن هالمعركة. هذه معركة تيلينج صارت بعد معركة فان كاسل، بعد خيانة وو للصلح اللي كان بينهم، وغدروا بشو وقتلوا جوان يو فان كاسل، تعاونوا ويا وي وقاتلوا جوان يو ويا بعض. مثل ما تقولون خيانة هي تعتبر. اي فاليوبي هني معصب، جوغيليان كان قاعد ينصحه اللي هو برهان، كان قاعد ينصحه يقول له لا تروح تحارب لا تروح تحارب، ومسكه الغضب ما قدر اقوى مات وانقدر من وو، فكان معصب وقال لازم يروح يقاتلهم. وهذه معركة تيلينج يعني باختصار كبير. هذه المعركة اللي خلينا نعد اسمها، هذه المعركة جو يون راح نقذ يوبي اللي كان طالع بالصفوف الأولى. اليوبي هو كان ملك شو، يعني شيء صعب انه يروح بالمعركة، وخاصة بعد بالصفوف الأولى. فسمع ان اليوبي كان مصاب وعلى طول راح بروحه ونقذ اليوبي. بهذه المعركة اليوبي يموت، بس مو بنفس المعركة، يعني بعد المعركة يكون مريض ويموت. بس يعني هذه المعركة اللي خلت اللي طلعت الجراحة اللي تذبح له تذبح له تذبح له. شنو قاعد يقول بياتا؟ So this is to be my final battle. شكلي متضايق من Another has fallen to my spear. يعني كانت تسجل عادي بس فجأة كذي ماكو جيم اوديو. انا قاعد اصور بالجاتو اللي يعني عنده خبره بسوالف او شيء. Just because we're a supply base doesn't mean we can't fight. اوه مثل ما قلت لكم انا اللعبه هذه احلى لعبه عندي بدانسي وورز. في ناس يقولون رابع، وواجد اجانب يحبون اللاعب الرابع. انا عندي الخامس افضل كشخصيات كلعب كقصه، يعني عموما كل شيء. ادري احس انه يعني مو منصف بالتقييم، بس الرابع كان فيه شغله واحده ويكون عندي حيل حلو. لما تسوي كومبو بالرابع تثبت بمكان واحد باتجاه واحد، يعني اذا مثلا طقيت الصوب بس الصوب هذا تقدر تروح بس سيدا. بس الخامس لا، تلف اي صوب تبي. فهذا الرابع يعني مضايق خلقي فيه، وهو يعني حيل يشابه الخامس، يعني مو يعني اكثر الالعاب متشابهين. ليش متوتر انا اليوم؟ They've withdrawn. Penetrate their camp at once. اي بهذه المعركة اليوبي يموت، يصاب بجراحة ويموت. المعركة حلوة اذا كنت صوت شو. اي جورانج هذا اللي راح يسوي الفاير اتاك، لازم اروح اذبح الحين. يعرفون وو والفاير اتاك يعني ما شاء الله عليهم. وين جورانج؟ هذا لينكتون. You want to fight? You got one. كاهو جورا. Hey, you mind facing me?
انا بمنع ان اسوي الفاير اتاك. شكرا. Battles are not won on strength alone. اوكي صعب اني اوكي منعت الفاير اتاك. حلو الفاير اتاك هاز فيل. Their strategy has failed. Tear them limb from limb. بس المعركة هذه يسوون فاير اتاك و يعني مثل الاسم فاير اتاك يسوونه وينجحون وهذا يغلبهم. هذا اللي يخلي شو ينسحبون ويدخلون حق المتاهة. في متاهة هني تحت اللي لعب المرحلة هذه بأي جزء راح يعرف انه في متاهة الا الثامن. الثامن المتاهة حيل خايسة حيل حيل خالصة. ممكن اكمل اللعبة هذه على الاكس بوكس 360. انا عندي نسخة الاتش دي موجودة عندي بالقناة. عندي فيديوهات قديمة يعني. من الباقي؟ اوكي سانشون شيان هذا يعني. اوكي لوشون غانينغ تشينكو شوشينغ جيانكن وغوانغ زون. اوكي انا اذبح غانينغ اول. وي هذه احلى لعبة انا عندي دانسيوريز كلهم. حيل احب اللعبة هذه لدرجة ان بشتري ان شاء الله التريجر بوكس حقها. فيها اثنين تريجر بوكس. فيها حق الاكستريم ليجند وفيها حق اللعبة العادية. اللعبة العادية يعني صعب احصلها ما ادري ليش صعب احصلها. والاكستريم ليجند موجود بقدر اخذه. Your treachery shall not go unpunished. Kalabni. Hey, إذا مستغربين ليش قاعد تطلع هذه الموسوريج؟ لأن السلاح الرابع بالجزء هذا هو الجزء الوحيد اللي فيه هالقوة الكهربائية. بس السلاح الرابع اذا ذبحت 100 واحد تطلع لك هي يعني من نفسها. هذه من خاصية السلاح الرابع. ذبحت غانينغ عشان نسيته. شكلي ذبحته. خلنا نشيك بالباتل لوج. ذبحته صح؟ اي كذا ذبحت انا. اوكي خلصنا الذبح. طبعا انا قلت لكم سبب وو من انهم يقدرون بشو. لان شو كانت على النظام اللي قاعد تسويه كانت راح تستحل الدول الثانية بسهولة. خاصة ان عندهم جوان يو اللي كانوا يلقبونه بجود اوف وور استغفر الله. يعني يشبهونه بإله ويسمونه إله الحرب لأنه ما دخل معركة ما خسرها. يعني من مسك جيش وصارت شو دولة ما دخل معركة ما فاز فيها. حتى لو كانت معركة من بين يعني كان عنده ديسادفانتج وكذي ما كان يخسر. كان يفوز بقوته. عنده استراتيجيين عنده مخططين بس إذا فشلت الخطط وحاصروه كانوا ما يقدرون عليه من قوته. وهو ما كان يقاتل وو كان كله يقاتل وي. بس هو شافوا انه خطر وراح يهددهم كدولة يعني. فقرروا انهم
Another has fallen to my spear. معركة فان كاسل هذه. فأي. اوكي شوفوا الموسيقى شلون تطلع الحين. جاي. Oh, that's quite impressive. They are powerless to stop. بقى تشنج فو. انا ودي اصور لكم الجزء الثامن واسوي جيم بلاي حقه. انا الحين قاعد احاول اطلع بلاتينيوم باللعبه. ولازم خلصت تقريبا 75% من التروفيات. باقي لي تروفي 3 تروفيات تقريبا او 4. هي لعبه تطول اذا تبي تطلع فيها بلاتينيوم. طول طول. Don't forget about us. Here we come. جون تشين. جابوا رينفورسمنت. اوكي لحظه ما في قائد على اليسار. اوكي كذا نظامك. يلا ماكو مشكله نروح نبدا. في شخصيات بالمعركه هذه تقدر تلعب فيهم بالاجزاء جاي او الاجزاء يعني الجزء الثامن انا قصدي. منهم جانغ باو هو اخو شينكاي اخوها الكبير ولد جانغ في. ولعبه حلو بالجزء الثامن. ماد داي اتوقع ان تقدر تلعب فيه من الجزء السابع اذا ما خاب ظني. هو قريب ما تشاو من نفس العائلة، بس يعني ما تشاو هم العائلة مثل ما تقولون الكبيرة أو العائلة الرئيسية، يعني اللي تمسك رئاسة القبيلة أو العائلة، وهم متفرعين منها يعني ولد عمه أو يصير له من بعيد كذي. يسمي ما تشاو يانغ ماستر، يعني السيد الصغير، لأن ما تشاو صغير يوم مسك حكم عائلة ما. وغوان شينغ وغوان سو هذول عيال غوان يو بالتبني طبعا. بالقصة الصجية او قصة الرواية الصجية غوان شينغ وغوان بينغ هم عيال غوان يو بالتبني. غوان سو ما سمعت عنه طاري. غوان ين بينغ اللي بالجزء الثامن هي في من بالقصة ان غوان يو كان عنده بنت، بس ما اذكر ان كان مثل ما تقولون قوية مثل الجزء الثامن. الجزء الثامن مخلينها حيل قوية، يعني اللي وحيد يقدر يقايش بقوة جسمها وهو غوان يو. كانت تشيل صخر يعني صخور كبار وتحذفهم وكذي. فاي بنت غوان يو غوان يين بينغ موجودة بس ما حد ذكر لها اسم. شو ما كذا ما تقدر تلعبون فيهم ولا واحد من هذول بعد. وندري انه عنده بنت لان كان له كلمة يعني ما ألوم وانهم خانوا العهد اللي بينهم وذبحوا غوان يو. يوم سألوا غوان يو يعني من قائد شو عن بنته وليش متزوج وليش ما يتزوجه ليش ما تزوجها واحد من وو علشان يكون الرابطة اللي بينهم قوية. رد غوان يو قال أنا ما أخلي بنتي تزوج كلاب وو الفاسدة أو القدرة شيء كذي، يعني ما لهم الشرف ان ياخذون بنتي. يعني غوان يو طاغية صراحة، بس يعني معاه حق، هم غدارين.
كان غوانيو يعني ما يشوف احد يعني غير اخوه ليو بي وجانغ فيه وجوغيلي يانغ ويعني قادة النمر اللي بشو ما كان يحترم احد غيرهم. هذا بالصدق يعني انا قاعد اتكلم بالقصة جايبيلك انه نبيل وحكيم وقوي ويعني هو صدق قوي يعني بالاثنين لو مو قوي كان ما سموه God of War استغفر الله. بس ايه عشان كذي ندري ان غوانيو كانت عنده او كان عنده بنت بس هل هي اسمها غوانيين بينك هل هي قوية هل هي شاركة بحروب انا ما اذكر اني قريت انها قاتلة الحروب او كانت جنرال. هذا من اللعبة يعني عادي عشان يبون يضيفون شخصيات بنات زيادة وهذا شيء زين. لعبها حيل حلو بالجزء الثامن يعني سانسة ما نجيها ولعب فيها او العب بسلاحها. اللي ما حبيت اللعب فيه هو لينك تونغ بالجزء السابع لا بالجزء الثامن بس لانه يشيلون السلسلة السلاسل النانشاك ويعطونا سلسلة اللي مالت الجزء السادس اللي الجزء السادس Empires. They are powerless to stop us. Okay. This should be over shortly. خلص على سون كوان. Take this. ايه فأنا كنت أفكر إن أسوي يعني عن الجزء الثامن أحط لايف ستريم يعني على ما العب المراحل واسوي البلاتينيوم ادخل لايف ستريم لقد نسولف وياكم لايف بس الحين ما اعرف اللايف ستريم اتوقع اقدر اسوي من السوني يعني مباشرة فبجرب طبعا نخلص عليه. واعتذر عن السحبة اللي كانت تقريبا اسبوع وممكن اكثر بعد بس كان يعني العشر الاواخر و مثل ما انتم عارفين لان الفيديوهات اللي قبلها كنت مصورها يعني قبل العشر الاواخر وجانا العيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله عساكم من العادين والفايزين. اوكي شوف شنو طلعنا والله خليها ان شاء الله سنة خير عليكم ان شاء الله بعد الكورونا وهذا. اوكي زين ما نبي لا تاخذون اي بادي جارد يكون عليه ريتنج سي دوروا اس اس راح يطلع لكم اللي حطيته بالايتمز في ايتم معين يزيد الحظ حطوه يعني اختاروا من الايتمز والعبوا مراحل صعبة والعبوا على صعوبة عالية راح يطلع لكم بادي جاردات اس ريتنج هذا احسن شيء. انا اللي عندي هني كلهم يعني في واحد اي شوف الستات عنده شلون صاير اذا اس يكون تقريبا كله كامل عرفني لان عندي بالبلاي ستيشن 2. وفي الختام نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي ممكن باكر او عقب باكر ما اقدر اوعدكم بوقت معين للاسف ولا تنسون الشير والسبسكرايب واللايك رجاء لا تنسون اللايك او انسوا عادي على راحتكم ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع السلامه.